السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معنا النهاردة مع أول فيديو في الـ VLANs Configuration. بإذن الله سبحانه وتعالى احنا هناخد لاب على الـ VLAN، هنفصل في اللاب ده كل الـ items الموجودة في الـ VLANs على 3 فيديوهات. إن شاء الله ده هيكون الفيديو رقم 1، بعد كده يكون في بارت 2 بارت 3. طيب مبدئيا ده الديزاين اللي عندنا او التوبولوجي اللي عندنا. راوتر 1 هنا متصل بسويتش داش 1، سويتش داش 3 وسويتش داش 2، موصلين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا عندي في كل سايد، يعني هو في تطابق شويه، يعني اللي هنعمله هنا هو اللي هنعمله هنا. انا عندي هنا فيلان 10، فيلان 20، 30، 40، 50، 60. السبنت بتاعت فيلان 10 كام؟ السبنت عندي بتاعت فيلان 10 192.168.0.0/25، تمام. فسلاش 25 ده تديني 255.255.255 دوت كام؟ دوت 128، لان انا 25 ده انا حطيت واحد بعد ال 24، يعني المفترض سلاش 24 255.255.255.0. طب انا عملت سلاش 25، يعني انا حطيت 1000000. طيب فالواحد ده عندي واقع تحت البوزيشن نمبر اللي هو 128، فيصبح الانكريمنت بتاعي هو 128. وكذلك هتلاقي فيلان 20 عندي، يعني انا عندي فيلان 10 اسمها اي تي، دي السبنت بتاعتها. فيلان 20 اسمها السيلز، دي السبنت بتاعتها. النتورك بتاعتها 192 168 0 128 16 25، وكذا بقى مرورا. فيلان 30 النيم بتاعتها بي ار، النتورك 192 168 1 0 16 25، وهكذا بقى مع فيلان 40 و50 و60. كذلك نفس الامر هنا، بس انا نفس الاسم، يعني النيم هنا هو النيم هنا، تمام. فما يفرقش بحاجه، يعني انا ما ينفعش، يعني مش مشكله معايا ان انا فيلان 10 في فيلان 10 هنا في فيلان 10 هنا، لان انا عندي ما يعملش كونفليكت من الاخر معايا، الا بس لازم يكونوا مختلفين في السبنت ماسك هنا. وخلي بالك الجهاز اللي في فيلان 10 هنا يقع في بروكاست مختلفه عن الجهاز اللي موجود في فيلان 10 هنا. ليه؟ لان انا عندي في راوتر بيفصل ما بينهم، عندي ايه راوتر. يعني من الاخر لو انا عندي جهاز فيلان 10 هنا بعد بروكاست، مش هتوصل للبي سي او النودز الموجوده في فيلان 10 على الناحيه الثانيه. ليه يا جماعه؟ لان هو هيطلع من السب انترفيس بتاعته، تمام، وبالتالي الراوتر مش هيطلعه الناحيه الثانيه. اوكي، اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين الجزئيه دي. كونفيجريشن فيلانز يا جماعه بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله ان انا بست الترانك او بكونفيجر البورتس بتاعت الترانك. يعني انا كل سويتش ده البورت ده ترانك، لان هو رايح للراوتر، تمام، هيشيل اكتر من فيلان. ده ترانك وده ترانك وده ترانك، ده على السويتش ده. كذلك على سويتش 2 ده انا عندي ده ترانك وده برضو ترانك، وسويتش 3 ده ترانك وده ترانك، ونفس الجزئيه هنا. انا عندي هنا ده ترانك ده ترانك ده ترانك ده ترانك ده ترانك ده ترانك ده ترانك، تمام. طيب ده كلام جميل، يبقى انا لازم اسيت البورتس دي ترانكات. ثم بعد ذلك اكونفيجر في تي بي. اكونفيجر ايه؟ احنا هنكونفيجر في تي بي فيرجن 1. باي ديفولت الفي تي بي اللي على السويتش هو فيرجن 1. باي ديفولت السويتش واقع في مود السيرفر، تمام. ولكن انا هطلب منك ان انت تخلي الكور سويتش او السويتش اللي هو فوق، اللي هو راس المثلث، يعني اللي هو واصل بالراوتر ده، بنسميه كور. طبعا اما هنشرح باذن الله سكوريريك ديزاين في المحاضرات الجايه. فانيوي انا عندي السويتش الكور هنا وهنا، انا هخلي المود بتاعه سيرفر، وهخلي السويتشين اللي تحت دول كلاينت، تمام. وبعد ما اخلص كونفيجريشن الفي تي بي، تمام، هبدا بعد ذلك اكونفيجر فيلان من الكور. يعني الكور هكونفيجر عليه فيلان 10 هنا 20 30 40 50 60. ثم بعد ذلك المفترض الستة فيلان دول المفترض يكونوا كابيرو هنا على السويتش ده وعلى السويتش ده، ونفس الامر هيحصل على الناحيه دي. دي تاني مرحله. يبقى اول مرحله ترانك، تاني مرحله الفي تي بي، تالت مرحله كونفيجريشن الفي تي بي الفيلانز زي ما احنا قلنا، تمام. وخلي بالكم يا جماعه، اما كاريت الفيلان على السويتش بيتكاريت على مستويين، على مستوى لاير 2 وعلى مستوى لاير 3. هنشوف في الكونفيجريشن ان شاء الله الموضوع ده هيتم ازاي. بعد ما اخلص الجزئيه دي كلها، بعد ما اخلص الفيلانز بتاعتي والفيلانز تنزل على السويتشات الاكسس اللي تحت، تمام، ابدا ادخل كل بورت من دول على الفيلان بتاعته. يعني مثلا البورت ايثرنت 1 سلاش 0 رايح على جهاز اسمه ايه؟ جهاز الاي تي اللي هو موجود في فيلان كام؟ فيلان 10.
فبالتالي هخلي البورت ده المفترض المود بتاعه اكسس، المفترض ادخله فيلان 10، المفترض البورت ايثرنت 1 لزيرو اللي على الناحيه الثانيه اللي واصل بالسيلز ده هيخش على فيلان 20، المفترض البورت ده هيخش على فيلان 30 ده البي ار، ومفترض البورت ده يخش على فيلان 40 اللي هو الاتش ار. وبالتالي انا كده انهيت مراحل كونفيجريشن الفيلانز بتاعتي على مستوى السويتشات كلها. يتبقى الراوتر هنا، ده هيكون في البارت 3 بقى. انا بارت 1 على فكره همسك الترانكات، بارت 2 همسك الفي تي بي، بارت 3 همسك الفي تي بي، في بارت 2 همسك الفي تي بي وكذلك كونفيجريشن الفي لان، وادخل كل بورت على على اي اكسس كل بورت على الايه الفي لان بتاعته اللي هو من البورتات اللي واصله بالاند بي سيز. ثم في البورت 3 هكونفيجر الراوتر ده بقى يشتغل كراوتنج اون ستاك، هانيبل عليه الراوتنج اون ستاك، هخليه يشتغل سب انترفيس. يعني انا هنا فاست ايثرنيت لزيرو دي هعمل منها كام سب انترفيس؟ هعمل منها 6 سب انترفيس، و0/1 هعمل منها كام سب انترفيس؟ هعمل من 0/1 6 سب انترفيس، وهخلي الراوتر ده يشتغل كدي اتش سي بي سيرفر. يعني انا هكونفيجر عليه 12 بول، بول هنا تمام كده، يعني 6 بول هنا و6 بول هنا، وكذلك عامل اكسكلودد. يعني هخلي مثلا الراوتر يستثني او يستبعد توزيعه الاي بيهات في اول 10 اي بي في كل في كل في كل بول. يعني مثلا هيوزع مثلا في البول دي مش هيوزع من اول 0.0 لحد ايه 0.10، مش هيوزع في دول، يعني هيبدا توزيع مثلا من اول 11 تمام. فبالتالي هو مش هيوزع من الاخر كده من اول 0.1 لحد 0.10، يعني معايا كام؟ معايا 10 اي بي تمام. هعمل اكسكلوجن على كل ايه كل بول من دول، بالتالي كل البي سي مثلا اي تي ده هياخد دوت 11، المفترض البي سي اللي على السيلز ده هياخد 139، مفترض دوت 139، انا هخلي الراوتر يستبعد من 128 ل 138، فالمفترض السيلز ياخد من اول 139 وهكذا تمام. ده بورت 3. فانا عشان ايه اكون موضح كده ايه الخطوات اللي احنا باذن الله سبحانه وتعالى هنمشي عليها. طيب هو طالب مني ايه هنا؟ هو طالب مني بيقول لي كونفيجر ابلينك. الابلينك دي اللينكات اللي بتفتحها ما بين السويتشات، اللي بتوصل ما بين السويتشات واللي بتوصل ما بين السويتش وبين الراوتر، ده بيسموه الابلينك تمام. ولا كونفيجر ابلينك بورتس تو ترانك مود وذ دوت 1 كيو بروتوكول. يعني انا مش عايزك تعمل اي اس ال، عايزك تشتغل على 802.1 كيو. طيب نبدا نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ده عندي التوبولوجي بتاعتي تمام. ده سويتش داش 1 اهو، هبدا من اول سويتش داش 1 تمام. انا عايز اسيت ايه البورس لترانكات، بس انا مبدئيا عايز بس ايه عشان اخش كده انيبل كونفتي، هخش انترفيس، هبدا بمين؟ هبدا بانترفيس دي اسر 0 سلاش 0 ولا 0 سلاش 3 ولا 0 سلاش 1؟ لا، انا الكونفيجريشن الترانك على كل انترفيس من دول هتكون متطابقه يا جماعه، هتكون متطابقه. فانا هعمل انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 1 و ايثرنت 0 سلاش 1 اها، وفي كوما ايثرنت 0 سلاش 3 وكوما ايثرنت 0 سلاش 0 تمام. طيب انا ممكن اعمل على فكره انترفيس، يعني ممكن اكتب كده انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 0 ايثرنت 0 سلاش 0 الى 1 وايثرنت 0 سلاش 3. ما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش اعمل من 0 سلاش 0 ل 3 لان هو هياخد ايثرنت 0 سلاش 2 في الطريق معاه. طب ايثرنت 0 سلاش 2 مش موجوده قصادي كترانك هنا، انا مش مستخدم ايثرنت 0 سلاش 2 تمام. فبالتالي افضل طريقه زي ما انا قلت اللي هي موجوده فوق هنا، انا جمعت كده الثلاثه بورت اللي قدامي بالظبط. اول حاجه هعمل سويتش بورت ترانك انكابسوليشن، هحدد الانكابسوليشن بتاعي هل هو دوت 1 كيو ولا اي اس ال تمام، ولا نيجوشييت. نيجوشييت يعني ايه؟ يعني انا هشغله على الدي تي بي، هشغله على ايه؟ الدي تي بي دايناميك ترانكينج بروتوكول. يعني انا مش هحدد له هتشتغل ده او ده، انا هقول له ست نفسك ك دوت 1 كيو او اي اس ال بناء على الريموت بير او بناء على البورت اللي قصادك. يعني انا على ايثرنت 0 سلاش 1 اعمل نفسك زي ايثرنت 0 سلاش 0 تمام. يعني من الاخر بخلق دايناميك نيجوشيشن تمام. انا عايز اشغله كدوت 1 كيو زي ما قال لي في الاوبجكتيف اها دوت 1 كيو وادوس انتر. بعد كده سويتش بورت مود ها يا اما اكسس يا اما ترانك. انا مش طبعا قلت المره اللي فاتت انا مش عايزك تركز على الدوت 1 كيو تانل والكلام ده كله، انا عايز اخليه ترانك. اوكي ذاتس اول. انا كده حولت ال 3 بورتس الى ترانكات وحددت الدوت 1 كيو بتاعتها، حددت الترانكينج بروتوكول كدوت 1 كيو. اتاكد ازاي؟ اعمل شو انترفيس ترانك، هيوضح لي الانترفيسز الترانك اللي عندي، هيقول لي ان انت عندك الترانكات هي
يصير 0 سلاش 0 و0 سلاش 1 و0 سلاش 3. المود ايه؟ المود اون. الانكابسوليشن دوت 1 كيو 802 دوت 1 كيو. اوكي طيب كلام جميل. انا ممكن اعمل امر ثاني اسمه شو انترفيس ايثر نت مثلا ايثرنت 0 سلاش 0 سويتش بورت. اها بيقول لي ان ايثرنت 0 سلاش 0 سويتش بورت انيبلد. يعني ايه سويتش بورت انيبلد؟ بصوا يا جماعه السويتشات اللي قدامي دي سويتشات مالتي لاير، يعني ممكن تشتغل كراوتر وممكن تشتغل كسويتش، تمام؟ فبالتالي بورت الايثرنت 0 سلاش 0 ده قد يكون ممكن يشتغل كلاير 2 كلاير 2 بورت او يشتغل كلاير 3 بورت. يعني ايه كلاير 2 او لاير 3؟ كلاير لو هو لاير 3 هيبقى زيه زي فاست ايثرنت 0 سلاش 0، يعني اقدر اديله اي بي، لكن لو كلاير 2 بورت انا ما اقدرش اديله اي بي، تمام؟ طيب كلام جميل. هو بيقول لي سويتش بورت انيبلد، يعني هو كلاير 2 انيبلد، يعني هو يعني السويت البورت لما يكون لاير 2 يعني انا كاني يعني انا فعلت عليه خاصيه السويتش بورت فهو انيبلد. بيقول لك الادمنستريتيف مود ايه؟ ترانك. يعني ايه الادمنستريتيف مود؟ يعني انت حددت له ان هو يشتغل كايه، انت حددت له كادمن ان هو يشتغل كايه، كترانك. طب الاوبريشنال مود ايه؟ ترانك برضو. بصوا يا جماعه لو الادمنستريتيف مود متحدد ترانك يبقى لازم الاوبريشنال مود ترانك، لان انت الادمنستريتيف مود بيقول انت كادمنستريتور حددته ايه، لانه قد يكون الادمنستريتيف مود باي ديفولت يا جماعه الادمنستريتيف مود للبورتس ايه؟ المفترض دايناميك. يعني لو انا مثلا كتبت ايثرنت 0 سلاش 2 اللي انا ما حددتهاش اصلا او 1 سلاش 0 مثلا، تمام؟ الادمنستريتيف مود هنا ايه؟ دايناميك ديزايربل. اوكي والاوبريشنال مود ايه؟ اكسس ستاتيك اكسس، تمام؟ يعني البورت هو دايناميك ديزايربل. على فكره كل البورتس يا جماعه باي ديفولت هي دايناميك ديزايربل، عشان كده انا قلت لك اعمل سويتش بورت مود ترانك. يعني سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو، انا حددت الترانك يشتغل على دوت 1 كيو وبعد كده قلت للبورت اشتغل كترانك سويتش بورت مود ترانك، فعشان كده نقل نفسه من الدايناميك ديزايربل للترانك، تمام؟ طيب كلام جميل. فالادمنستريتيف مود دايناميك ديزايربل قد يكون من تحت ستاتيك اكسس او قد يكون ايه، او قد يكون ترانك، تمام؟ طيب كلام جميل. فانا عندي هنا بيقول لك ان هو ترانك اهو، بيقول لك ان انا حددته احمد رافض حدده ترانك، احمد رافض بناء على انه حدده ترانك في البورت اشتغل اوبريشنال مود ترانك. الادمنستريتيف ترانكينج انكابسوليشن ايه دوت 1 كيو، تمام؟ طيب لو انا طلعت الايثرنت 1 سلاش 0 اوكي بيقول لك ايه في 1 سلاش 0 بيقول لك الادمنستريتيف ترانكينج انكابسوليشن نيجوشييت نيجوشييت، تمام؟ يعني انا مش محدد، يعني شغال دي تي بي ده في 1 سلاش 0 اللي انا ما قربتلوش اصلا يا جماعه. يعني 1 سلاش 0 ده انا اخترته ليه؟ لان هو بورتو انا ما حطيتش تحته اي كونفيجريشن، فانا ببص على اعدادات المصنع اللي قصادي، تمام؟ يعني متفعل عليه دي تي بي، يعني لو هو بقى ترانك انا مش محدد له هيشتغل دي تي بي او اي اس ال، هو هيحدد نفسه بناء على البورت اللي قصاده. اوكي كلام جميل جدا. طيب فانا بالتالي انا عندي اس ان 0 ادمنستريتيف دوت 1 كيو، الاوبريشنال ترانكينج انكابسوليشن ايه دوت 1 كيو برضو، النيجوشيشن زون. يعني ايه النيجوشيشن زون؟ يعني انا لو خليت الاي سان 0 سلاش 0، لو انا خليت النيجوشيشن اوف ترانكينج اوف في اي سان 0 سلاش 0 فالناحيه الثانيه يعني البورت اللي على الناحيه الثانيه لو خليته دي تي بي مش هيكومنيكيت معاه، لان هو المفترض يا جماعه انا لو عندي تو بورتس انا حددت ده دوت 1 كيو حددته بايدي وده عملته دي تي بي، تمام؟ فدي تي بي هينقل نفسه دوت 1 كيو من ناحيه من ايه بمعلوميه انكابسوليشن بتاع الايه البورت اللي على الناحيه الثانيه. اما لو البورت اللي على الناحيه الثانيه ده قلت له نون نيجوشييت يعني اقفل النيجوشيشن، فالدي تي بي ده مش هيقدر يعرف اللي قصاده هو ايه دوت 1 كيو ولا اي اس ال، تمام؟ فهو النيجوشيشن عنده از اون. طيب كلام جميل. طيب فدي الكومبيريشن بتاعت او اهم اوامر الشو بتاعت الايه الترانك. بيقول لك ايه تاني؟ بس انا ما عنديش حاجه تاني اقدر ايه اركز عليها. اخش برضو على سويتش 3 هعمل نفس القصه بقى انيبل كاونت في تي انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش كام بقى 0 سلاش ايه 0 سلاش 0 0 سلاش 3 و0 سلاش 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. عظيم جدا. طيب هروح على سويتش 2 اعمل نفس الجزئيه، هعمل انيبل كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 0 ايثرنت 0 سلاش 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك.
عظيم جدا ده على سويتش 2. انا كده خلصت كده كونفيجريشن الترانكات، خليت البورت ده ترانك والبورت ده ترانك وده ترانك، سنه 0 سلاش 1 و0 سلاش 0 و0 سلاش 3 على سويتش 3 ترانك، وبرده 0 سلاش 0 و0 سلاش 3 على سويتش 2 برده ايه ترانك. اتنقل لسويتش 4 و5 و6 الناحيه الثانيه. سويتش 4 برده اروح على سويتش 4 انيبل كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 0، اتاكد بس من الرينجات. في سنه 0 سلاش 0 و0 سلاش 1 و 0 سلاش 1 سلاش 0. سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك، وبعدين وبعدين كده خلصت خلاص السويتش ده. هروح على سويتش 6 انيبل كونتي انترفيس رينج ايثرنت. ايه بقى الرينجات؟ ايه البورتس اللي قدامي؟ 0 سلاش 0 0 سلاش 3. طيب والناحيه الثانيه برضو ماشي، الناحيه الثانيه 0 سلاش 1 و 0 سلاش 3. طيب اوكي 0 سلاش 0 0 سلاش 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. اها وبعدين اروح الى سويتش 5 انيبل كونف تي انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 0 لا 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 ده سويتش 5. سويتش 5 اللي هو هنا ده 1 0 سلاش 1 لا 0 سلاش 1 مش 0 مش 1 سلاش 0 ماشي 0 سلاش 1. اها سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو بعد كده سويتش بورت مود ترانك. طيب كلام جميل، انا كده خلصت كونفيجريشن الترنكات عندي. فاضل ملحوظه بقى ايه اخيره، انا ممكن احدد بما ان انا هعمل ايه فيلان بقى هكريت فيلان عندي. تعالى نرجع مثلا لسويتش 1 اوكي كونفي تي انترفيس رينج ايثرنت رينج ايثرنت 0 سلاش 0 0 وايه بقى هرجع عايز ارجع للرينجات بتاعتي تاني. ممكن نطلع بالاب ايرو اب ايرو اها ممكن اعمل سويتش بورت ترانك allowed allowed اها allowed VLAN تمام. يعني يا ترانك اسمح بمرور، هو باي ديفولت بيسمح بمرور من من كام المفترض من 1 لحد 4096 تمام او حسب كده بنشوف. تعالوا نشوف بس هو ترانك اصلا باي ديفولت شوت انترفيس ترانك المفترض لا من 1 ل 4094 ده المفترض الالاود باي ديفولت على الترنك تمام. ولكن انا ممكن اقول للترنك انترفيس رينج اقول له اسمح بمرور مش من 1 ل 4094 لا اسمح بمرور من اسمح بقى سويتش بورت ترنك انكابسول لا سويتش بورت الاود في لان تمام 10 و20 و30 و40 او شت و40 مثلا و50 مثلا اهو تمام. كلام جميل كده الترانك هيعدي فقط الداتا اللي تاجد وذ فيلان 10 او فيلان 20 او 30 او 40 او 50 تمام. يعني الترانك هنا هيعدي الفيلانز الكوميونيكيشن ما بين الفيلانز 10 و20 و30 و40 و50 فقط، لكن مثلا فيلان 60 مش هتعدي. ليه؟ لان انا مش مدخلها في الالاود فيلان. طيب لو انا جيت عملت شو ترانك انترفيس ترانك اها هلاقي الالاود. بصوا يا جماعه كان الالاود فوق كام؟ الالاود من 1 لايه؟ ل 4094. دلوقتي الالاود اهو 10 و20 و30 و40 و50. طب افرض الادمنستريتور او الاي تي مانجر طلب منك ان انت تضيف 60 تمام؟ فهتعمل ايه؟ سويتش بورت ترانك الاود في لان 60 لا كده غلط. غلطه بيقع فيها مهندسين كتير، لان انت لو حطيت ال 60 هيشيل ال 10 وال 20 وال 30 وال 40 وال 50 وهيحط مكانها ال 60 وهيحط مكانها ال 60. تعالوا نتاكد وشو انترفيس ترانك تمام. دلوقتي الالاود ايه؟ بلان 60. طب لو انا لا بقى انا مش عايز اعمل كده، انا عايز ارجع ال 10 وال 20 وال 30 وال 40 وال 50 تاني. وافرض انا عايز اضيف بقى ال 60 اعمل ايه؟ سويتش بورت ترانك الاود في لان اد 60. يبقى انا كده ضفت ال 60. لو جيت عملت دو شو انترفيس ترانك ضاف لك هنا الايه ال 60. فدي ملحوظه مهمه جدا، فدي ملحوظه مهمه جدا. طيب كلام جميل جدا، دي الكونفيجريشن الخاصه بالترانك واهم الملحوظات بتاعتها. لو انا مثلا عايز احدد النيتف، مثلا عايز احدد النيتف فيلان، تعالى مثلا على سويتش 3 او سويتش 1 مثلا تمام. سويتش 1 اللي فوق هقول له مثلا سويتش بورت ترانك نيتف اوكي. النيتف باي ديفولت هو ايه يا جماعه؟ النيتف باي ديفولت هو فيلان 1. النيتف باي ديفولت هو فيلان 1. يعني هو كده بص كاتب لك هنا النيتف فيلان هنا 1، يعني البورت ده النيتف فيلان 1 بتاعه هو النيتف باي ديفولت. لو انا عايز اغيره هعمل سويتش بورت ترانك نيتف مثلا ممكن اعمله 999
ايه فيلان 999. وبالتالي لو جيت عملت دو شو انترفيس ترونك، هلاقي النيتف هنا اتغير لكام؟ ل 3 تسعات، يعني 999. تمام. طيب ده كلام جميل جدا. ده برضه يعني انا يعتبر كده ايه خلصت الـ 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 المطلوب مني في اللاب في المحاضرة دي. احنا في المحاضرة النهاردة حلينا الـ Challenging Lab، مفيش هنا Challenging Test. Challenging Test هيكون في البارت بعد بارت 3، لأن الأسئلة المتبقية في الفيلانز دي أسئلة محتاجة واحد يكون اتدرب عملي، فاحنا هنحل الأسئلة بتاعة الفيلانز الخاصة بالأوامر والكونفيجريشن والكلام ده كله بعد البارت 3. محاضرة خفيفة، وأتمنى كده إن هي تكون إيه عجبتكم. أنا يعتبر خلصت، أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.